نحن تواصلنا مع البارحة واقترحنا اقتراح رسمي، ما رأيك؟ أنا في الأمس منصور عبد الله سنان الشيخ منصور يقول وبالحرف الواحد محمد جحانة أنا أعين نائبا لي، هذا أمس الليل. لماذا يعني هذا؟ نحن قبلنا بكل ترحيب وكل هذا، يعني ماذا أقول يعني؟ يا أخي الكريم، أنت يصبح لك الموقع هنا تتابع من المواقع. نعم، أنا من الصباح الساعة 7 والله. نعم. ومن المساء ولا أزال. وعندما أروح البيت أراسل المجموعة بجميع أعمالهم كاملة. الأعمال الإدارية تتصل طلاب منصور عبد الله سنان ومحمد سنان والفريق الذي عينوه. اقترحنا أمس، اسمح لي، اقترحنا أمس أن الحجار الذي هن بعد الحرارات وبعد المقبقبين، نعم، أي الله يبقي مكانهم. يبقى ويعمل عليها الحراسة وتحذير الناس إنه لا أحد يشيل هذه حجرة واحدة حتى إشعار الآخر، ما رأيك؟ هذه الأحجار لن تحصل بالسهل، ولن يقدر يطلعها على السهل. هذول الحجار يعني مكسب كبير أكثر من شق الخط. هذول اللي يصلحون الخط. نعم. وهؤلاء يريد يعني فريق من المكسرين الحجار، هذول المختصين بتكسير.